حماس وإسرائيل تهديدات متبادلة والغزاوي الخاسر الأول. أوباما ملفات خارجية وداخلية تثقل أعباءه وتحد من شعبيته. البطريرك الراعي في أربيل زيارة دعم لمسيحيي العراق. خليج نفطي وسودان أخضر و35 مليار دولار فجوة العرب الغذائية. مشوار في الطبيعة لتحسين نمط حياة المرأة. إذن مشاهدينا هذه عناوين ساعتنا لهذا اليوم، سوف نعود لتفصيلها لاحقا، لكن دعوني أستعرض أهم أخبار هذه الساعة. ألمانيا سترسل أسلحة إلى العراق لقتال مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. الجيش النظامي السوري يدافع عن معقله الأخير في محافظة الرقة في مواجهة داعش. ديفيد كاميرون يقطع عطلته لعقد سلسلة من الاجتماعات حول الوضع في العراق وسوريا بعد قطع رأس صحفي أمريكي. الجيش الأوكراني يحاول عزل المتمردين ومقتل العشرات في دونتسك. أهلا بكم إلى اليوم في الساعة، معكم هاني نصر. نبدأ بالشأن الفلسطيني، أولى ملفات حلقتنا لهذه الليلة. المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنهار، والحرب على غزة تشتعل من جديد بعد توقف دام 8 أيام فقط. من جهته الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يتهم إسرائيل بإعاقة المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، طبعا غدا استئناف القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ الفلسطينية. الحصيلة اليوم قتلان فلسطينيان في غارة جوية استهدفت منزلا قرب دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 120 جريح ضحايا الغارات الإسرائيلية والقصف على قطاع غزة فقط منذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أي يعني بعد انتهاء العمل بوقف إطلاق النار كما ذكرت الذي استمر 8 أيام. أتابع هذا الموضوع مع ضيفي من غزة عبر الهاتف السيد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتنمية. سيد أبو رمضان أهلا بك. يعني ماذا بعد كل هذا التصعيد؟ ما هو مسار المفاوضات التي انهارت كما يبدو بعد هذا التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي ردا كما قيل على غارات أو صواريخ فلسطينية؟ أولا هناك التباس بما يتعلق بالصواريخ الفلسطينية التي ادعت إسرائيل إطلاقها، لأن أي من الفصائل لم يعلن مسؤوليته، وهناك كان التزام كامل من قبل أطراف العمل الوطني الفلسطيني والإسلامي بالتهدئة حتى الساعة 12 منتصف الليل بناء على الاقتراح المصري بتمديد التهدئة يوم آخر. ولكن إسرائيل بغض النظر عن هذه الملابسة استغلت هذا الحادث بصورة بشعة جدا، وأفردت نوايا مبيتة لعدوان وحشي على قطاع غزة، استهدفت به المدنيين والأبرياء وقتلت حتى الآن 22 شهيد وجرحت العشرات في نفس الوقت. وكانت أبرز هذه الغارات على عائلة الدلو التي ظن الاحتلال بأن القائد القسام الضيف يوجد بها، وهذه الغارة أدت إلى استشهاد زوجته وابنه بالإضافة إلى العديد من المواطنين الذين كانوا في المنزل. وأيضا قامت إسرائيل بسلسلة من الغارات والهجمات على عائلات مختلفة في دير البلح. هذا الأخبار نتابعها يوميا عبر وسائل الإعلام، لكن أريد رأيك سيد محسن أبو رمضان فيما يتعلق ماذا بعد ذلك. يعني التصعيد مستمر كما يبدو، هل ستؤول؟ هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول أن يتم يعني اتفاق قريب بعد هذه الجولة من الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية من جهة وبين الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية، بناء على الورقة المصرية وبناء على المقترحات المصرية.
أو أن تمتد هذه الجولة من الصراع فترة زمنية أطول وتدخل هناك تدخلات دولية مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرها. أوباما عفوا نتنياهو لا يريد أن يبدو أمام سوق المزايدة الإسرائيلي الداخلي في إطار مزايدات ليبرمان وبنت بأنه وقع اتفاق مع الحركة الوطنية الفلسطينية. هل برأيك رح يرجع الفلسطينيون سيد أبو رمضان بالفصائل الفلسطينية ترجع مرة تانية على طاولة المفاوضات وحتى إن كانت غير مباشرة بعد هذا التصعيد أم ماذا؟ يعني شفنا شوية اتفاق بين الفصائل الفلسطينية إلى حد ما خلال المفاوضات على عدد من المواضيع والمعايير اللي تناولوها بالمفاوضات، هل هالشي رح يرجع إذا استؤنفت المفاوضات لاحقا؟ أولا الموقف الفلسطيني ما زال متحد بغض النظر عن الاحتكاكات التي تبرز بين الفينة والأخرى بين هذا الطرف أو ذاك، ولكن بصورة عامة الوفد الفلسطيني محافظ على وحدة الموقف الفلسطيني، وهناك اتفاق بين أعضاء الوفد على ضرورة تبني هذه المطالب التي هي توفر الحد الأدنى من شروط الكرامة والحياة الإنسانية العادية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وفي المقدمة منها إنهاء الحصار والقيام بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، بما يشمل أيضا إنهاء الحصار إمكانية وجود ميناء ومطار والتواصل ما بين غزة والضفة الغربية. هذا يوجد عليه اتفاق بين الأطراف الفلسطينية وبين الوفد الفلسطيني. الوفد الفلسطيني أبلغ القيادة المصرية بأنه غير منسحب من المفاوضات وذهب لرام الله، ولكنه مستعد أن يأتي في أي لحظة يوافق حتى حماس رح توافق سيد محسن أبو رمضان. حتى حماس رح توافق الإسرائيلي الآن توجه إلى القاهرة، وإذا حدث تقدم في القاهرة حسب ما أعلن الوفد الفلسطيني فأنه جاهز للعودة للتوقيع على هذا الاتفاق. طيب. بالنسبة لحماس لم تعلن أنها خارج إطار هذا الاتفاق الذي يجمع عليه الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسة الأستاذ عزام الأحمد. طيب سؤال أخير بس بدي أشوف أنه أمام هذه التطورات هل رح نشهد تحرك عربي دولي أقوى على الأقل مقارنة بالفترة أو الأيام القليلة الماضية؟ يعني الساحة رجعت اشتعلت من جديد، القتلى يزدادون، هل رح نشوف تحرك أقوى عربي أو دولي ولا كالعادة؟ يعني 40 يوم من الدمار والعدوان وتحطيم المنازل وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير المصانع والبنية التحتية، وكان الحراك كما لاحظته يعني هو محدود للغاية وغير مؤثر بصورة دراماتيكية وفاعلة بحيث تلزم الاحتلال بوقف العدوان، وبالتالي لا أتوقع يعني أن التحركات ستحدث حالة من الاختراق، ولكن يعني يجب التعويل على وحدة الموقف الفلسطيني وعلى الإسناد العربي وعلى قيام القيادة الفلسطينية بتحركات على المستوى الدبلوماسي من شأنها أن تردع إسرائيل أو تخيف إسرائيل قليلا، مثل الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية أو التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن بند الاتحاد من أجل السلام إلى آخره من الخطوات التي ممكن أن تحسن شروط القيادة الفلسطينية التي ما زالت مؤمنة بخيار المفاوضات نفسها. السيد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتنمية ضيفي من غزة، شكرا جزيلا لك. إلى شأن آخر ليس بعيد يعني عن الملف الفلسطيني، يرى مراقبون ومتابعون لسياسة سيد البيت الأبيض بأن السياسة الأمريكية الحالية تتعارض بشكل واضح مع التطورات العالمية السريعة، ويبدو من خلالها صناع القرار السياسي في واشنطن عاجزين عن تغيير هذه السياسات، يعني الأمر الذي يهدد الوضع السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وينزع منها ريادتها للعالم وفق الكثيرين. نادرة هكذا وصفت نجاحات السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي باراك أوباما، من ملفات سوريا إلى العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرورا بالملف العراقي المتأزم. ومن هنا كان من المفاجئ حسب العديد من المحللين الأمريكيين رؤية أوباما هذا الأسبوع يحتفي بجهوده القليلة على ما يبدو في ضرب تقدم داعش في العراق. ومع تثاقل هذه الملفات الخارجية على سيد البيت الأبيض فإن شعبية أوباما باتت في الحضيض وفق وسائل إعلام أمريكية،
زاد عليها طرق تعامله مع أحداث مدينة فركسون التي اندلعت على خلفية مقتل شاب أسود على يد رجل شرطة أبيض، حيث دارت تساؤلات كثيرة على عجز أوباما بمجرد محاولة عكس تدني شعبيته، على اعتبار أن ما جرى ويجري في فركسون هو الفرصة المناسبة لفعل ذلك. ويقول البعض أن أوباما الذي أدار حملته الرئاسية عام 2008 بوصفة مبلسم لجراح الأمة قد تخلى حتى عن هذه المحاولة. وبالعودة إلى السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، يرى مراقبون ومتابعون أن السياسة الأمريكية تتعارض بشكل واضح مع التطورات العالمية السريعة، ويبدو صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة عاجزين عن تغيير هذه السياسات، الأمر الذي يهدد الوضع السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وينزع منها ريادتها للعالم. فهؤلاء يصفون السياسة الخارجية للبيت الأبيض بأنها اتسمت بالأساليب البلاغية التقليدية في الوقت الذي توضح فيه الأحداث الأخيرة أن العالم يتجه نحو التغيير وأنه يتحول إلى عالم جديد يتعارض مع سياسات واشنطن، زاعمين أن الأخطاء التي ارتكبها أوباما أججت من الاضطرابات التي تشهدها أماكن مثل سوريا والعراق وأوكرانيا. لكن في المقابل يعتبر آخرون أنه لا يجب تحميل أوباما كل هذه الأخطاء لأنها خارجة عن حدود قدراته، وهو بنفسه اعترف بذلك عندما قال قبل أيام قليلة وبشكل محبط بأن الناس نسوا حقيقة أن أمريكا كأقوى دولة على وجه الأرض لا يمكنها السيطرة على كل الأحداث في جميع أنحاء العالم. أتابع هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة اللواء السيد الجابري الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد الجابري أهلا بك. دعني أبدأ من ما ختم به التقرير بأن الولايات المتحدة القوة العظمى الأولى في العالم ليست قادرة على السيطرة على كل ما يجري في العالم، هل هذا فعلا صحيح؟ هل هذا هو إحباط واضح لدى الرئيس أوباما من عزه على مواجهة الكثير من الملفات العالمية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجملة الأخيرة احنا عايزين نفتكر أصل الحكاية، لما برجينسكي قال مستشار الرئيس الأمريكي بيل كارتر السابق قال إن أمريكا هتبقى القوة الأولى والأخيرة الأعظم في التاريخ، وهذا هو الحلم الأمريكي اللي بيحاول أمريكا تنفذه. وأنا عايز عشان وإحنا بنتناول هذا الملف الآن عايزين نفرق ما بين الاستراتيجية الأمريكية الثابتة لدى الدولة الأمريكية، سواء كان اللي في الحكم محافظين أو الجمهوريين أو الديمقراطيين، وبين أداء الرئيس أوباما نفسه الأداء الشخصي سواء في على المجال الداخلي أو المجال الخارجي. أمريكا بالنسبة للسياسة الخارجية ما زالت بتحاول أن تنفذ مشروع التقسيم منطقة الشرق الأوسط الكبير بتقسيم الدول العربية إلى دويلات، مشروع برنارد لويس اللي اتعمل سنة 1983، وما زالت أمريكا مصرة ولا على تنفيذ هذا المشروع، وكل الشواهد اللي في المنطقة استراتيجيا بتقول هذا الكلام. لولا أن الشعب المصري في 30/6/2013 عندما أسقط حكم الإخوان المسلمين أسقط معه أيضا مشروع الشرق الأوسط الكبير، وده اللي وضع الإدارة الأمريكية في حالة ارتباك، ولذلك بدأت تعيد المشروع مرة أخرى من حيث بدأت. هي بدأت من عند العراق 2003 ودخلت عشان تقسم العراق إلى 3 دول، ثم سوريا 4، السعودية 4، لبنان 8، اليمن 4، مصر 4 وعدلوها بقت 5، السودان 4 مناطق، وليبيا 3 مناطق. هذا المشروع عندما أسقط في 30/6/2013
بدأت أمريكا تعيد القارة من جديد على أنها تبدأ من حيث بدأت من العراق، وهنا بدأ يظهر دور التنظيمات الإرهابية، لأن وسائل أمريكا في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير إحداهم استغلال الحركات الإسلامية، لأن فوكياما قال أن العدو بتاعهم في القرن 21 هو الإسلام. بعد ما هو أسقطوا الشيوعية في القرن 20، النهاردة فرانسيس فوكياما المفكر والفيلسوف الياباني الأمريكي قال إن العدو بتاعنا في القرن 21 هو الإسلام، ولذلك هو بيناصر الحركات الإسلامية للقضاء عليها في العالم. طيب، هو اللي ساعد التنظيمات دي. أمام ما ذكرته حضرتك، هالمعطيات اللي وضحت لنا إياها قبل قليل، هل نستطيع القول أنه أوباما فشل في هذه الملفات، فشل في تحقيق هذه السياسة أم ماذا؟ يعني عم ناخذ ملفات الشرق الأوسط، لازالت كما هي، فلسطين، العراق، سوريا وغيرها. نعم. لا، تفضل. أنا آخر السؤال ما سمعتوش. هل فشل في هذه السياسة المحاكة منذ العام 1983 توقفت في العام 2013، هل ترى أن عجز أوباما عن تحقيق هذا المشروع هو اللي خلى المشروع يتوقف بال 2013؟ لا، مش عجز أوباما هو اللي خلى المشروع يتوقف، لا، المقاومة الغير متوقعة والأداء بتاع الشعب المصري في 30/6 لإسقاط أكبر مكان اللي هو كان بيعتمد عليه وجود الإخوان المسلمين في الحكم ولمدة 500 سنة، هو ده اللي أفشل المشروع نفسه، سواء في الوقت ده كان هيبقى موجود أوباما كرئيس لأمريكا أو غيره. ثم البداية التكامل العربي والمنطقة العربية، بدأ الدول العربية والخارجية وعلى رأسها السعودية تشعر أيضا بهذا الخطر، وإن يعني الفكر الاستراتيجي الأمريكي عايز يجيب تيارات إسلامية تحكم المملكة العربية السعودية ويسقط حكم عائلة آل سعود، ثم يأخذ ذريعة أن هذه الأنظمة الإسلامية أنظمة معتدية ويدخل يحتل الجزيرة العربية لإسقاط الأوبك، لأن القضية أولا وأخيرا مسألة الطاقة علشان يقدر يحقق الحلم الأمريكي بتاعه. نعم. اللي وقف المشروع ده كله. خليني أخذ سياسات لواء، خليني أخذ رأي ضيفي من واشنطن السيد سعيد عريقات اللي انضم لنا عبر الهاتف مباشرة، الكاتب. نعم. والمحلل السياسي. سيد سعيد، أهلا بك إلى هذه الحلقة. إذن اتهامات لسيد البيت الأبيض باراك أوباما بأنه فشل في الكثير من الملفات، وجراء ذلك شعبيته عم ترجع شوي للوراء. كيف أنت تصف هذه الاتهامات لأوباما بأنه عاجز عن إدارة الكثير من الملفات الخارجية؟ بكل تأكيد هناك أزمات عديدة في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص. عندك أزمة في سوريا، أزمة في العراق، عندك أزمة في الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة، فهناك العديد من الأزمات. لكن طبعا هناك إنجازات أيضا، بكل تأكيد ضغط الولايات المتحدة أو ضغط الرئيس أوباما على رئيس الوزراء المالكي على سبيل المثال أدى به إلى التنحي أو التنازل لحيدر العبادي، فهناك إنجازات. لكن كما ذكرت بكل تأكيد أن الانطباع العام عند الشعب أن الرئيس يفشل في إدارة السياسة الخارجية، وهو حقيقة لأنه يواجه معارضة قوية جدا من الحزب الجمهوري تروج، الإعلام لا يقف مع الرئيس في كثير من الأحيان، وبالتالي تراجعت حظوظه، مع أنه هذا الرئيس جاء إلى البيت الأبيض عازما أن لا تخوض الولايات المتحدة حروب وأن تنهي الحروب التي كانت تخوضها في العراق وفي أفغانستان، ومرت فترة كان يبدو الوضع كذلك أنه نجح في ذلك، ولكن الآن يبدو أن الأمور تراجعت. معك كلامك صحيح. أنا سألت ضيفي من القاهرة اللواء السيد الجابري حول سؤال أو جملة للرئيس باراك أوباما قال فيها بأن الناس نسوا حقيقة أن أمريكا كأقوى دولة على وجه الأرض لا تزال غير قادرة على السيطرة على كل الأحداث
في جميع أنحاء العالم، فعلا غير قادرة على السيطرة على كل الأحداث؟ على أي أساس هي الدولة الأولى في العالم ومتحكمة بالكثير من الأمور؟ ومن سبب هذا الفشل؟ هل هو أوباما أو الذين حول أوباما من مختلف الاتجاهات؟ بكل تأكيد أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في العالم، خاصة عسكريا وأيضا اقتصاديا، ولكن عسكريا هي الدولة الوحيدة التي بإمكانها أن ترسل حاملات طائرات وترسل قوات محمولة وتعمل الكثير. ولكن كما قال الرئيس، يصعب تخيل أن الولايات المتحدة ستتمكن من إطفاء الحرائق في أفريقيا وفي آسيا وفي أوكرانيا وفي كل مكان في العالم. صعب نعم. هذا رغم أنه لديها حوالي 130 قاعدة عبر العالم، لديها وجود عسكري هام، هي لا تستطيع في نهاية المطاف أن تسيطر على ما يجري في نيجيريا على سبيل المثال، طيب، مع الحرام، أو في ليبيا أو في أماكن أخرى. فإذا هو يتحدث عن واقع، رغم أن هناك تيار يميني عسكرات التالي دائما يدفع يعني على الولايات المتحدة أن تتدخل هنا وهنا. هذا الرئيس يقول لا، ليس الإنسان ذلك وليس من حقنا أن نقوم بذلك. بدي استغل وجودك بالولايات المتحدة. سؤال أخير لحضرتك قبل ما أرجع لضيفي من القاهرة، سيد سعيد، ما حدث في بيركسون منذ أيام وهذه الاحتجاجات، أيضا اتهامات لأوباما أنه تعامل معها بطريقة خاطئة، برأيك كيف المطلوب من أوباما في هذا الموضوع الداخلي الذي زاد أعباء أكثر عليه؟ بالعكس، أنا أعتقد أن الرئيس تدخل أكثر مما يجب، لأن عليك أن تتذكر أن هنا في الولايات المتحدة الحكم هو فيدرالي، الولاية ولاية ميزوري لديها حكومتها وقانونها ولديها أمنها الخاص، وحتى على المستوى المحلي البلد وإلى آخره، فهي قضايا أمنية محلية. عندما يظهر الرئيس وخاطب، وهو فعل ذلك، كان يضع ثقله الأخلاقي وراء ما يجري، أن هذا من المشين أن يتم قتل شاب مراهق غير مسلح لم يهدد شرطه إلى آخره. واليوم أرسل المدعي العام الأمريكي إلى هناك ليبحث الموضوع مع القوى الأمنية. ولكن تذكر أن هنا في الولايات المتحدة الأمن تتم ممارسته على المستوى المحلي، نعم، على مستوى الولاية أو المقاطعة. السيد سعيد عريقات، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وعود إلى ضيفي في القاهرة اللواء سيد الجابر الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن سمعنا رأي السيد سعيد عريقات فيما يتعلق بسياسة أوباما، قال أنه لا، في بعض الأمور نجح فيها، لا سيما ما يتعلق بالعراق والضغط على المالكي للاستقالة. خليني أحكي عن العراق بالتحديد ومشاركة أوباما في محاربة داعش. برأيك لماذا اختار هذا التوجه أوباما فيما يتعلق بداعش بالتحديد؟ هو طبعا احنا يعني لازم برضو نرجع نأكد ان مين اللي عمل تنظيمات القاعدة، ومين اللي ساعد على وجود أبو مصعب الزرقاوي، ومين اللي ساعد على جبهة النصرة تبيع البترول لإسرائيل، وداعش تبيع البترول لشركة من كاليفورنيا. يعني أنا الشعب العربي لازم يبقى فاهم أن المؤامرة مستمرة، وأن هذه التكتيكات لا، يعني أسلوب تكتيكي أنه يختلف مع داعش، ده أسلوب تكتيكي، لأن في النهاية اللي بيصنع الأزمة هي أمريكا، واللي بتحاول تستفيد من صنع الأزمات في التدمير عشان مصانع الأسلحة بتاعتها تشتغل، واللي في التعمير هي اللي بتاخد القسم الأكبر من اللي حصل. وده كان شفناه على مر التاريخ، سياسة أمريكا التدمير ثم التعمير، عملت الكلام ده في ألمانيا، عملته في اليابان، عملته في فيتنام، عملته في كوريا، عملته في كل البلدان، عملته في العراق حديثا. فلذلك احنا، انا الموقف التكتيكي اللي هو بياخده اوباما النهارده مع داعش موقف مفضوح، لان اللي ساعد على وجود هذه التنظيمات الإرهابية على مسرح الأحداث السياسية في الوطن العربي بالمقام الأول أمريكا هي المسؤولة، وعارفين جذور الإرهاب من أيام أفغانستان، هم سيد اللواء دائما نحن العرب وهم اللي بيمولوها. ولما حاولوا في سيناء والجيش المصري مع الشرطة المصرية مع القبائل قدروا أنهم يقضوا على هذه التنظيمات الإرهابية، ما زالت هذه التنظيمات تعمل على
احداث القلائق وزعزعه الاستقرار في الوطن العربي. اذا سياده اللواء معلش لضيق الوقت لا تقدم ولا تؤخر. نعم لضيق الوقت. اذا امام هذا الكلام اللي حكيته انت اوباما لم يفشل في سياساته الخارجيه، بالعكس كانت الخطه انه يقسم المقسم ويجزأ المجزأ في المنطقه العربيه، وهي الصوره ماشيه على الطريقه اللي كانت مخطط لها منذ سنوات عديده. اذا في سياسته الخارجيه ماشي بالطريقه المرسوم لها بشكل صحيح. نعم. زار في مشكلة في الصوت. طيب سيادة اللواء سيد الجابري الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من القاهرة، بشكرك على هذه المشاركة القيمة. مواضيع كثيرة ولكن لضيق الوقت مضطرين أنه ننتقل إلى موضوع آخر، حيث قام البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعدد من بطريرك الشرق الأوسط الكاثوليك بزيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك للوقوف والاطلاع على أوضاع النازحين العراقيين عامة والمسيحيين خاصة الذين تعرضوا مؤخرا لعمليات تهجير قسرية من بيوتهم لا سيما في الموصل. أتابع هذا الموضوع عبر الهاتف مع ضيفتي من أربيل فيان دخيل النائبة في البرلمان العراقي. سيدة دخيل أهلا بك. إذا دعيني أتحدث عن زيارة الراعي إلى أربيل، برأيك أهمية هذه الزيارة في دعم مسيحيي العراق، وهل هذا يكفي زيارات وكلمات تأييد فقط للمسيحيين في العراق والأقليات بشكل عام؟ نعم شكرا جزيلا لك ولمشاهديك الكرام. طبعا الزيارات مثل هكذا الزيارات تكون مهمة بالتأكيد، يعني الآن نحن خاصة بالنسبة للأقليات في العراق نحتاج. سيدة دخيل هل تسمعينني؟ أي نادرة. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيدة فيان دخيل، قد نحاول لاحقا العودة إليها للحديث عن هذا الموضوع. يعني اليوم الشيء الغريب في العراق بالتحديد أنه رئيس الوزراء البريطاني قام بقطع إجازته أو زيارة رسمية كان يقوم بها إلى إحدى المناطق، قام بقطع هذه الزيارة وعاد مباشرة إلى الاجتماع في الحكومة البريطانية في لندن فقط بعد أعقاب خبر وتأكيد خبر مقتل أحد الصحفيين الأمريكيين ذبحا على يد داعش. طبعا هذا عمل مندد به طبعا من كل الجهات أيا كانت، لكن الالاف والعشرات خلينا نقول من الرؤوس قطعت في العراق على يد داعش، ما قطع اجازته ولا قام باي تحركات لمواجهه هذا الامر. هل العربي دم رخيص مقابل الغربي راس غربي واحد قطع؟ وطبعا هذا امر مستنكر، يقوم الرئيس الوزراء البريطاني بقطع إجازته ويقوم الرئيس الفرنسي باجتماعات عاجله وتنديدات في حين رؤوس العرب تقطع في العراق وفي سوريا ولا أحد يتحرك سوى بكلمات فقط تنديد ليست أكثر من ذلك. نحاول العودة إلى السيدة فيان وهي النائب فيان دخيل النائبة في البرلمان العراقي من جديد. سيدة فيان انقطع الاتصال، إذا تحب تكفي فكرتك اللي حكيتيها. نعم كنا نتحدث عن الدعم، سألتني عن الدعم هل يكفي هذا. طبعا هو هذا جانب مهم جدا الدعم، ولكن طبعا نحتاج إلى أمور أخرى، ولكن لا بأس يعني خاصة في هذه المرحلة أن تتكاتف كل الجهود، يعني وأن ننظر إلى هذه المسألة التي تحصل للأقليات كمسألة إنسانية بعيدا عن نوع الدين أو المذهب أو العرق الذي ينتمي إليه هذا الشخص. نحن كلنا بشر يعني وموجودين على هذه الأرض. دور الكنيسة كان دورا مميزا جدا، وأنا أعتقد شخصيا أنه حتى يعني خاصة فيما يخص الحكومة اللبنانية والكنائس اللبنانية لم تدخر وسعا بمساعدة الأقليات، وحتى نحن يعني ليس فقط المسيحيين حتى نحن اليزيديين حصل معي اتصالات كثيرة من بعض الأبهات من الكنائس، ويعني مجرد أن تشعر أن هناك
ناس معك يوصلون صوتك إلى أماكن أخرى، أماكن ذات قوة، يعني هذا أيضا نوع من الخروج من هذه المأساة اللي نعم. نحن نعيشها في هذه الأيام. سيد الدخيل، طبعا أنت دائما بنقول لك الحمد لله على سلامتك بعد تحطم الطائرة اللي كانت تقول لك فوق جبال سنجار، وأنت تنقلين المساعدات إلى الأقلية الإيزيدية الذين شردهم تنظيم داعش. بدي استغل وجودك معنا، تحدثينا عن وضعهم الإنساني أكثر حاليا لليزيديين. هل هناك تحركات جادة من الحكومة العراقية مع المجتمع الدولي لإنقاذ هذه الأقليات من التهجير كما الحال مع المسيحيين؟ نعم طبعا، شكرا جزيلا، الله يسلمكم ويسلم كل من سأل علي في أثناء مرضي. طبعا احنا الان في هذه المرحله، وانا كممثله عن الايزيديين في البرلمان العراقي اتحرك على كل الجهات، ولا انتظر حكومه الاقليم ان تتحرك او حكومه العراق ان تتحرك مع الجهات الدبلوماسيه. انا اتحرك وهم ايضا، يعني نحن نطلب منهم هم ايضا التحرك في مساعدتنا في الخروج من هذه الكارثه التي نحن بها. الان هناك عشرات الالاف من المشردين موجودين في دهوك وزاخو، في المدارس، في الكنائس، في الشوارع، في الأبنية بدون شبكة والأبنية الحديث يعني التي تبنى لا زالت قيد الإنشاء. الآن نحن في فصل الصيف، شهر يبدأ الشتاء، ماذا سيحدث بكل هؤلاء الناس؟ إذا نحتاج إلى دعم سريع من الدول الكبرى لحل هذه الأزمة، إما ب أن يعطونا منطقة يحصل قرار من مجلس الأمن بعمل منطقة وحتى يرجع هؤلاء الناس إلى مناطقهم القضاء. يعني أنا لا أعتقد أنه هذه مسألة يعني بها كثير من المخاطرة أو شيء بالكبير إذا اتحد الدول وأراد ضرب داعش. أنا أعتقد أنه ممكن هذه العملية أن تنتهي في مثلا بدل من تشريد كل هؤلاء الناس. لهذا نحن نحتاج دعم كل الدول، ودعم المؤسسة العراقية، الدولة العراقية، ودعم إقليم كردستان، والتحرك بكل اتجاهات، لأن الوضع الإنساني الآن في سنجار وضع، لا يوجد وضع إنساني في سنجار. ما موجود حاليا في سنجار، هناك باقي 4 إلى 5 آلاف شخص مواطن زالوا عالقين في الجبل. هناك ما يقارب من 600 إلى 1000 فتاة وامرأة مجهولي المصير. هل هم في السجون؟ هل تم بيعهم؟ هل تم أسرهم؟ هل تم اغتصابهم؟ مجهولو لا نعرف أي خبر عنهم. هناك قرى بالكامل أبيدت عن بكرة أبيها للأسف، رجالا ونساء وأطفالا. يعني هذا ما موجود. طبعا كما ذكرنا قبل قليل، رئيس الوزراء البريطاني قطع إجازته لمجرد أنه صحفي قطع رأسه على يد داعش، وهذا أمر طبعا مدان، لكن في حين عشرات الرؤوس تقطع في العراق ومن الطائفة اليزيدية ومن المسيحيين ولا أحد يتحرك. كل الشكر لك سيدتي ضيفتي من أربيل فيان دخيل، النائبة في البرلمان العراقي. طبعا حلقتنا مستمرة وفيها بعد قليل. خليج نفطي وسودان أخضر و35 مليار دولار فجوة العرب الغذائية. قبل 4 سنوات من استحقاقها، نخيل الإماراتية تسدد ديونها البنكية بالكامل والبالغة 7 مليارات و900 مليون درهم. مصر تنشئ 3 محافظات جديدة لتنويع فرص الاستثمار. ناقلة للنفط الكردي تظهر فارغة قبالة سواحل إسرائيل. روسيا تبحث عن سبل لتخفيف أثر حظر واردات غذائية.
مرحبا من جديد، كيف بدأت إغلاقات الأسواق العربية؟ تستعرضها لنا الزميلة نهى علي. وفي جلسة الأربعاء مشاهدينا كانت هناك جملة من عمليات الشراء على الكثير من الأسهم أو المؤشرات الخليجية، كما نلحظ الخارطة خضراء ولكن ضمن نسب التداولات كانت متفاوتة. فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية الارتفاعات كانت محدودة للغاية بين دبي وأبوظبي، حتى بالنسبة لقيم وأحجام التداولات بقيت متواضعة، ووصلنا إلى قيم تداولات في سوق أبوظبي إلى حدود 158 مليون درهم، بالنسبة لسوق دبي كانت أعلى بقليل إلى حدود 300 مليون درهم. نبقى عند هذه المستويات التي نزلت عن مستويات المليار درهم التي كانت مميزة في سوق دبي. بالنسبة للسوق السعودي بقيت الأفضل أداء بين كل الأسواق الخليجية الأخرى، وهناك ارتفاعات بنصف النقطة، هناك أيضا ارتفاع في قيم السيولة فوق 10 مليارات ريال. بالنسبة للسوق الكويتي استطاعت أن تنتزع بمؤشرها السعري بحدود 0.3%، وقيم التداولات كانت فوق 26 مليون دينار. هذا يعطينا دلالة أن هناك تحسن في شهية الأداء بالنسبة للسوق البحرينية على بعض الارتفاع. السوق القطرية كانت شبه مستقرة، ولكن تماسك للمؤشر عند مستويات 13600 نقطة. وبالنسبة للمؤشرات المصرية كانت هناك ارتفاعات على كل المؤشرات واختراقات متواصلة لمستويات المقاومة التي كانت واضحة بالفترات الماضية، لكن هناك دعم شرائي في السوق المصرية، ارتفاعات بنصف النقطة بالنسبة لإي جي إكس 30. السوق في فلسطين بطبيعة الحال مع هذه التأزمات في الأوضاع في قطاع غزة ما تزال التراجعات محيطة بهذه السوق، وبالنسبة لمؤشر سوق بيروت أشار إلى ارتفاع بربع النقطة المئوية. هذا كان ملخص أداء المؤشرات العربية والخليجية في جلسة يوم الأربعاء. هكذا كانت حال الأسواق. ماذا عن حال الرياضة؟ شركة سامسونج الكورية تمدد رعايتها للألعاب الأولمبية حتى العام 2020. تفاصيل أوفى مع محمد سيف. أهلا بكم. قالت اللجنة الأولمبية الدولية أنها جددت عقد رعاية الألعاب الأولمبية مع شركة سامسونج الكورية الجنوبية حتى عام 2020، عندما تستضيف طوكيو الألعاب الأولمبية الصيفية، وستقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 2016، في حين تستضيف مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية دورة الألعاب الشتوية التالية في 2018. أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو عرض على مسؤولي نادي برشلونة في مايو الماضي، وذلك من أجل التعاقد معه، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض بسبب التعاقد مع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز. وألقت الصحيفة الضوء على خطة الملياردير الروسي ديمتري روبولوفاليف مالك نادي موناكو، والذي يرغب في تغيير سياسة النادي وعدم الإنفاق الكبير على اللاعبين النجوم. كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية قيمة الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني خافيير ماسكورانو، والذي قام بالتجديد لبرشلونة الإسباني لمدة 4 أعوام، مع وجود شرط جزائي للتعاقد قيمته 100 مليون يورو. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا للزميل محمد سيف. طبعا مشاهدينا كنا ذكرنا قبل الفاصل سوف نتحدث عن الفجوة الغذائية في العالم العربي تقترب من 35 مليار دولار، يعني عالم عربي غني بالنفط من جهة وببعض الخضار المهم في السودان وفي شمال إفريقيا، ومع ذلك هناك فجوة غذائية. سوف ينضم إلينا لاحقا طبعا عبر من الرياض السيد ماجد الخميس، وهو عضو اللجنة الزراعية والأمن الغذائي، بانتظار وصوله إلى استديوهاتنا في الرياض. دعونا في هذه الأثناء نذهب إلى موضوع أيضا في غاية الأهمية هذه الأيام. المستشارة الاجتماعية الإماراتية السيدة هالة كاظم تقود برنامجا غير مألوف، برنامج رحلة التغيير لتحسين نمط حياة المرأة عبر رحلات مشي طويلة في الطبيعة في مناطق مختلفة من العالم. طبعا هذا الموضوع يلقى قبول، لكنه بنفس الوقت يواجه بانتقادات من أوساط محافظة.
الكلام سوف يكون مع السيدة هالة كاظم المستشارة الاجتماعية ضيفتي هنا في الاستوديو. سيدة هالة أهلا بك، حدثيني عن هذا المشوار في الطبيعة لتحسين نمط حياة المرأة. أولا أهلا مرحبتين. أهلا بك. برنامج رحلة التغيير برنامج يساعد المرأة لتكون أكثر إيجابية وتغير نمط حياتها لتكون أكثر سعادة من خلال رحلات مشي، نمشي في الطبيعة لمسافات طويلة، نحن نسميه سير. بعدين مع يعني البرنامج يدمج مع استشارات وورش عمل. حلو. فهي مو شركة سياحة ولا شركة مشي. برنامج لتنمية وتطوير الذات ومركز على المرأة، لأن المرأة هي أساس المجتمع، ومثل ما قال الله يحفظه الشيخ محمد روح المجتمع. طبعا. فنحن المرأة هي الأم والأخت والجدة والصديقة والموظفة. وهي نصف المجتمع. هي كل المجتمع. كل المجتمع. كل المجتمع كمان. طبعا. فعندما هي تكون سعيدة تسعد زوجها وأبنائها والمجتمع حوالينها كلها. فالتركيز يكون على المرأة عشان هي البرنامج يعطيها بريك شوية. فرصة أن هي تكون مع ذاتها، تتعرف على نفسها في الطبيعة، ويوم نحن نمشي. بس كيف راح يصير هالشيء؟ يعني ماشي بالطبيعة. أنا بقول لك شيء أستاذ هاني، أول شيء برنامج، أنا أول امرأة عربية أبتكر برنامج من نفسي. أول شيء جربته على نفسي، ثم سويت بايلوت، ثم فتحت المجال وخذيت رخصة بهالمجال. البرنامج يونيك ليش؟ عشان الحين الدراسات طلعت بعد ما أنا ابتكرت الموضوع إن أفضل أنواع الاستشارات هي الاستشارات مع المشي لمسافات. ليش؟ يعني الإنسان يكون حتى أوضح شغلي إنه النساء اللي عم يمشوا بهالطبيعة بيكون معهم مستشارين، حد المستشارين أنا معهم اجتماعيين. أنا حضرتك. أمشي وإحنا نمشي مجموعة قليلة جدا من 8 إلى 12 امرأة، وهي البرنامج لأي امرأة، لأي سيدة، بغض النظر إماراتية خليجية عربية أو أجنبية. نحن نمشي في الطبيعة بمسافات طويلة، فأنا أمشي مع كل واحدة، لازم هي تيني إذا محتاجة تتكلم. ومن أساس والطبيعة والطاقة حوالين الإنسان الإيجابية، والمشي لمسافات بعيدة، الأكسجين والدورة الدموية، كل هذا مع الفضفضة يخلق نوع من التغيير في جسم الإنسان، جسديا، فكريا، عاطفيا. So emotional, intellectual, physical، كل هذا البرنامج يساعد المرأة أن هي تغير كل هذا. طبعا أنا أبغى أوضح شيء، مو برحلة سحرية، ما بترجع أن خلاص غيرت العالم كله، لكن هي بداية. أنا لا أغير أحد أستاذ هاني، أنا أفتح باب للأمل. أنا أكرر هالكلام عشان التغيير ينبع من الذات، من قرار ذاتي. أنا علي أني أنا مد إيدي، ولازم هي تمد إيدها أو أنت تمد إيدك. أما أني أنا أغير حد، يا ريت الإنسان يبتدي عصا سحرية ويغير العالم. بس البعض بيقول أنه يعني ما اختلف هالبرنامج عن برامج اجتماعية أخرى، يعني في شيء تشابه مع برامج أبدا ثاني. ما في تشابه. ليش؟ الباقيش أنا أمشي مع كل واحدة نتكلم في تفاصيل أشياء، ومو بشرط يكون عندها مشكلة. يعني أنا استوى عند بعض الناس سوء فهم إن لازم أنا عندي مشكلة عشان أروح الرحلة، مع أروح رحلة التغيير مع هالة كاظم. لا، أحيانا أني أنا أحس أني أبغي أكتشف ذاتي، مو عشان أنا عندي مشكلة. المشاكل تحيط فينا من كل يعني كبشر، لكن مو بشرط يكون ان هي عندها. يعني مره واحده اتصلت فيني قالت لي انا ما عندي مشكله مع زوجي، قلت لها انا بعد ما عندي مشكله مع زوجي. الفكره ان الانسان يجدد نفسه ويكتشف العالم من خلال المشي. بيقولوا لك ليش لحتى اعذب حالي اروح على المشوار هذا بالطبيعه بهالشوب وهالصحراء ولا اخره، ولا في اذا بدي اكون احكي مع ذاتي. نعم. واتعرف على ذاتي في. نعم. اقعد بغرفه بمكان باوتيل مثلا. نعم. لحالي واقعد اكتشف ذاتي لحالي. ما في اذا تبغي تسوي هالشيء طبعا لها حق، لكن انا قصدي الفكره هي الفصل. انا ابغي انتشل المراه من يومياتها ومن روتينها ومن ضغوطاتها لمكان. حلو. خارجي، عشان يكون الانسان يبتعد عن اي ضغوطات يوميه، مثلا عمل كان، اطفال كان، بيت، بغض النظر اي شيء، يساعدها
ان هي تفكر بهدوء، ودائما يوم الانسان يبتعد نظرته للاشياء تختلف. طيب. وانا من تجارب فوق 21 رحله، يعني انا يوم ابتديت استاذ هاني كنت اقول منو بيجي معاي عشان يتعب يمشي كل هالمسافات. طب وين بتروح بس عطولي؟ داخل الامارات صح؟ لا لا لا، برا الامارات. برا الامارات. نعم. هي اهم بيت في الطبيعه. برا الامارات في الطبيعة. طبعا طبيعه الامارات كمان حلو، بس في شوب شوي. نعم، وحتى لو في جو حلو، لكن انا قصدي ان احنا نبغي نتحد مع الكون، مع الطبيعه، مع الخضره. فنحن نمشي في الجبال، في القرى، ولازم طبعا في شروط ولازم في قوانين. طبعا حكي لي على الشروط شوي. اول شيء موافقه الاهل، يعني انا ما ابغي واحده تاتي رحلتي وزوجها ما موافق، لازم الزوج او الاهل يكونوا موافقين، فنحن ما نحل مشكله عشان نخلق مشكله ثانيه. الشيء الثاني انه لازم تكون عندها لبس معين من ناحيه الحذاء. اها. والجوارب. اما الحجاب يعني القميص الطويل هذا انا لا اتدخل فيه. انا بس اتدخل في الحذاء اللي هو اهم شيء، والجوارب اللي هو اساس الـ عشان سلامه الـ. طبعا على سيره السلامه، هدول النساء اللي رايحين معك، الكل لا سمح الله متعرض لاي حادث، في تامين معين لهم ولا هيك؟ التامين يكون شخصي مع يبون معه، يعني مش ضمن البرنامج اللي انت بتعمليه. لا مو ضمن، لكن الشروط نحن نشرحها قبل السفر بشهر، مع قوانين وتوقيع وكل الاشياء موجوده، مع الصور، مع فيديو، تحمل كل تبعات هذه الرحله. لكن انا احط لهم فيديو يشوفون الصور ويشوفون كل شيء، واشرح لهم خطوه خطوه. هي رحله مو ترفيهيه، هي رحله ان الانسان يكتشف نفسه. صح. الانسان يحتاج انه يعطي نفسه بريك. طيب هلا حسب ما فهمنا انه وجه هذا البرنامج بانتقادات من بعض. انا ما اقول التوجهات المحافظه. استاذ هاني، في كل شيء لازم في ناس يختلفون عليه، كل امر في الحياه، حتى يعني اذا نحن نتكلم عن اي امور من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، من ايام قبل ليوم لألف سنه قادمه، اي مشروع، اي فكره، اي دين، اي شيء، لازم في شخص يعارض وشخص يوافق. لكن طيب. الفكره العامه الحمد لله معظم الـ 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 التفكير او اقدر اقول الاراء الحمد لله. بالنسبه في ناس ما فاهمين، يعني مثلا ينتقدون عشان هم ما فاهمين البرنامج. اولا انا ما وديهم مدن، فما في شوبينج فقط، ما في تسوق، ما في تسوق ابدا. طب بس تعرفي لازم تعمل شيء للرجال كمان، حرام ما بلعب عليهم كمان. مش دائما يطلبون مني الشباب والرجال في التويتر والانستغرام ان نسوي لهم برنامج، اقول انا لا ارافق حقهم يهرب نسوانهم كمان. أنا أقدر بس النسوان، انا اقدر ارافق لهم برنامج هم يسافرون، بس انا لا ارافق. طبعا اما المراه نسويها برنامج خاص. السيده هاله كاظم المستشاره الاجتماعيه طبعا الحاصله على عده جوائز، منها جائزه محمد بن راشد لافضل سيده اعمال في دوله الامارات عام 2013. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه، وكل توفيق بهذا البرنامج. شكرا. سميح قاسم رحل بعد الفاصل. حسب القامة يمشي مرفوع الهامة يمشي، في كفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي، في قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي نعود إلى أحد مواضيعنا الرئيسية في هذه الليلة، حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي يتجاوز 35 مليار دولار، هذا ما كشف عنه مدير المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي حسن النعيمي، والذي أوضح بأن ثمة عقبات تعترض الزراعة في الوطن العربي، في مقدمتها عدم وجود المرونة الكافية في تسهيل حركة النقل وتأمين المواصلات بين المدن الزراعية إلى الموانئ، وتعثر مشاريع البنية التحتية الزراعية وغير ذلك من الأمور.
إلى الرياض وضيفي من هناك السيد ماجد الخميس عضو اللجنة الزراعية والأمن الغذائي في غرفة التجارة والصناعة بالرياض ورئيس مكتب الخميس للاستشارات الزراعية. سيد ماجد أهلا بك. إذن 35 مليار دولار حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي، الوطن العربي الغني من جهة بنفطه وبجهة أخرى بثرواته الطبيعية يعاني من فجوة غذائية تصل إلى هذا الحجم؟ عفوا تريد أن سوف أكرر السؤال. سوف أكرر السؤال سيد ماجد الخميس. نعم. يعني ما الذي جعلنا نصل إلى هذا الرقم 35 مليار دولار حجم الفجوة الغذائية في عالمنا العربي؟ نعم الحقيقة يعني مثل ما ذكر في التقرير ضعف الاستثمار وإحجام الشركات عن الاستثمار الزراعي هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى الفجوة هذه الكبيرة. طبعا ضعف التوجه للاستثمار له أسبابه مثل ما ذكر البنية التحتية، محدودية التقنيات الزراعية. نعاني في الوطن العربي من أن الإنتاجية ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى، دول العالم المتقدم. يعني حنا يمكن إنتاجنا يعتبر ربع ما تنتج الوحدة في الدول الأخرى. طيب. هذا عامل مؤثر. البنية التحتية كذلك عامل مؤثر. السلسلة الإنتاج نفسها، يعني إحنا لا نتكلم عن الإنتاج الزراعي فقط، ولكن نتكلم على الإنتاج، على التصنيع، على النقل، على التصدير. فهذه كلها عوامل مؤثرة. أنت تفضلت يمكن في البداية وأشرت إلى أنه لدينا الموارد النفطية والطاقة، ولكن الدول التي لديها إمكانيات زراعية يمكن الطاقة فيها عامل مؤثر جدا، احد العوامل المؤثره في رفع التكلفة. ليش ما بيصير هذا التنسيق؟ يعني ما دور الحكومات العربيه في هذا الاطار؟ يعني دول عندها ثروات غذائيه ودول عندها ثروات ماليه ماديه نفطيه، لماذا لا يتم تنسيق حتى نحجم هذه الفجوه الغذائيه؟ نعم، هذا الكلام يطرح، يعني ما هو بالان، يطرح منذ 40 سنه واكثر. ولكن هنالك مؤشرات حقيقة يعني مشجعة. كان هنالك قمة عربية مخصصة لمناقشة الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي. هنالك كلام عن إنشاء صناديق سيادية يعني تتولى ردم هذه الفجوة، ولكن يعني نتأمل إن شاء الله أن يكون هنالك يعني تحرك، إن كان بطيء ولكن في النهاية يكون هنالك تحرك وتوجه. لكن أنا حاب أشير يعني هنا في المملكة العربية السعودية يعني كان قرار توجه يعني من الدولة، قرار استراتيجي أن يكون التوجه للزراعة في الخارج، وأنشئ برنامج الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي. الحقيقة الآن يعني يمكن بدأ تحرك الشركات، وشركات كبيرة بدأت يعني تجد لها مواقع في دول، سواء كان في الوطن العربي أو حتى خارج الوطن العربي، ويعني بدأنا نرى نتائج لهذا التوجه. يعني السيد ماجد الخميس عضو اللجنة الزراعية والأمن الغذائي في غرفة التجارة والصناعة بالرياض، شكرا جزيلا لك ونعتذر لضيق الوقت. غيب الموت مساء اليوم الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم إثر معاناته من مرض السرطان. طبعا القاسم أحد أهم الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين، وهم من شعراء المقاومة الفلسطينية من داخل إسرائيل كما يقال. سميح القاسم منتصب القامة رحل. منتصب القامة يمشي